الزلفلام. كما تعلمون، لقد مر عام على فوز المغنية تايلور سويفت بدعوى قضائية ضد المنتج الموسيقي ديفيد ميولر، والتي تفاجأت بها خلال حفل اللقاء في عام 2013. يوم الثلاثاء الماضي، وفي الذكرى السنوية الأولى لقضية التحرش والتي ربحتها تايلور، بدأت المغنية وكأنها تحبس دموعها وهي تفتح قلبها حول المحاكمة خلال جولتها، قائلة: أظن أني فقط أفكر في الناس الذين لم يصدقهم أحد، والناس الذين يخافون من التكلم لأنهم خائفون من أن لا يتم تصديقهم. وتابعت: أريد أن أقول أنا آسفة لكل هؤلاء الناس، لأني أعرف ما الذي ستؤول إليه حياتي لو لم يصدقني أحد عندما قلت أن شيئا ما قد حدث لي. لمن لا يعرف القصة كاملة، سنعيد شرحها لكم. تذكرون القضايا والادعاءات التي رفعت ضد المنتج الكبير هارفي واينستين أثناء اجتياح حركة ميتو العالم كله ضد التحرش الجنسي في هوليوود؟ فقد تكلمت تايلور سويفت بدورها عن تعرضها للتحرش من طرف الدي جي والإذاعي ديفيد ميولر، وذلك عام 2013 في حفل، وتم التقاط صور لهذه اللحظة حيث تعمد لمسها أسفل ظهرها، مما جعلها تحس بالتوتر والغضب. وقد أبلغت تايلور بشكل خاص راديو كولورادو بما حصل وتم طرده من هناك. ثم رفع ميولر دعوى قضائية ضدها بسبب التشهير، لكنه خسر القضية وفازت بها بدولار واحد رمزي، وذلك في 10 غشت العام الماضي. وقد فتحت تايلور قلبها حول الموضوع لمجلة تايم، سنحاول اختصاره لأنه طويل. عندما سئلت تايلور لماذا لم تظهر الصور التي التقطت أن تنورتها مجعدة، أجابت: لأن مؤخرتي تقع في الجزء الخلفي من جسدي. وعندما سئلت هل تشعر بالذنب حيال ذلك لأنها خسرت ميولر وظيفته، أجابت تايلور: لن أدعك أنت وعميلك أن تجعلني أشعر بأي شكل من الأشكال أن هذا هو خطأي. ها أنا وبعد تلك السنوات أعاتب على أحداث حياته المؤسفة التي هي نتيجة لقراراته وليست قراراتي. وعندما سئلت عن تفاصيل الحادث، قالت حرفياً: في عام 2013 قابلت دي جي من محطة كولورادو في أحد لقاءات قبل حفلي، وعندما كنا نستعد للصورة وضع يده وأمسكني من خلف. تراجعت لأبتعد عنه لكنه لم يتركني. كان هناك العديد من الأشخاص في الغرفة الذين شاهدوا هذا بالإضافة إلى الصورة، وكل ما كنت أفكر فيه أنه إذا كان سيكون وقحا ليهاجمني تحت هذه الظروف، فتخيل ما يمكنه أن يفعله مع فنان شاب ضعيف. قمت بإبلاغ المحطة الإذاعية، وبعد تحقيقاتها الخاصة طردوه، وبعد سنتين رفع علي دعوى. وبدت حزينة وهي تتحدث عما حدث لها في المحكمة، لأن محامي ميولر كان يتنمر ويضايقها هي ووالدتها وكل فريقها، متهما إياهم بالكذب. ومرضت والدتها وكانت تايلور غاضبة جدا. كما تحدثت تايلور عن كيشا التي اتصلت بها على الهاتف وساعدتها نفسيا وشجعتها، لأنها سبق لها وأن عاشت نفس القضية في المحكمة وجميع إحباطاتها، ولكي تظل قوية. كما في الأخير نصحت الجميع بعدم السكوت ولوم نفسك إذا حصل لك هذا الأمر، كما شكرت كل من ساندها في أسوأ لحظة في حياتها. نتمنى أن تكونوا فهمتم القصة كاملة. شكراً لكم على المتابعة، وواصلوا في دعمنا أكثر وأكثر، نحبكم.